بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله. لما أتم الله تعالى الأمر للمحصنة العفيفة الطاهرة المطهرة ستنا مريم عليه السلام، وحملت بآية الله للناس سيدنا عيسى عليه السلام، اعتزلت ستنا مريم بحملها كما قال الله تعالى: فانتبذت به مكانا قصيا. اختارت مكان بعيد عن أهلها خوفا من إنهم يعيروها بالولادة من غير زوج، وبالفعل داهمتها آلام المخاض والولادة بشدة. قال الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. اضطرها طلق الولادة إلى إنها تلتجئ إلى جذع نخلة يابس في بيت لحم، فجلست ستنا مريم هناك وأسندت ظهرها، يعني سندت ظهرها على إلى هذا الجذع اليابس. ومن شدة آلام الولادة ومن شدة خوفها من ألسنة قومها، قالت كما حكى القرآن الكريم على لسانها أثناء ولادتها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ونزل بأمر الله تعالى الوليد المعجز المبارك عيسى عليه السلام، ومعه ومن أجله أيضا نزلت معجزات أخرى عظيمة. فها هو جذع النخلة اليابس تدب فيه الحياة بإذن الله تعالى. وفي اللحظة دي نفسها ضرب سيدنا جبريل عليه السلام برجله الأرض، فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولا رقراقا. وكذلك سمعت مريم النداء الحبيب، الصوت الذي آنسها وأنساها كل آلامها وأحزانها وخوفها وأوجاعها. سمعت وليدها عيسى عليه السلام يتكلم، يعني فور ولادة سيدنا عيسى عليه السلام قال الله تعالى: فناداها من تحتها. سبحان الخالق العظيم
الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما أعظم هذه المعجزة، ها هو نبي الله عيسى يكلمها ليطمئنها ويهنئها وهو في مهده صبية. ومريم وحدها تحيطها العناية الإلهية، تشملها العناية الربانية، تحيطها المعجزات من كل مكان، من فوقها ومن تحتها. لقد تكلم المسيح في المهد، أول من كلم كلم أمه، كلم هو أمه مريم عليها السلام، وده كان إرهاص لعيسى عليه السلام وكرامة للسيدة العظيمة مريم عليها السلام. ولتأكيد النص القرآني الكريم على إن المتحدث هو عيسى عليه السلام، قيد السياق القرآني الكريم في سورة الأنبياء، قيد الجملة بقوله تعالى من تحتها، يعني فناداها من تحتها، لإفادة إنه ناداها عند وضعه، يعني بمجرد ميلاد المسيح عليه السلام ناداها من تحتها، يعني قبل ما ترفعه حتى ستنا مريم عليها السلام، ناداها ليخفف عن أمه، يخفف عنها ويسليها ويسري عنها ويبشرها، وكل ده بأمر الله العظيم. فناداها وقال لها ألا تحزن، فناداها من تحتها ألا تحزن، يعني عايز يقول لها يا أمي حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما فيها من الكرامة الإلهية. ثم بشر المسيح أمه عليهما السلام كما ذكر الله تعالى في كتابه، قال لها قد جعل ربك تحتك سرية. السري هو الجدول الصغير، جدول الماء الصغير الذي عد لها عليها السلام. قد جعل ربك تحتك سرية، فالسري الجدول من الماء. ونظرت ستنا مريم عليها السلام فرأت هذا الجدول الرقراق الصغير يفيض بالماء العذب، كان بيجري أمامها عليها السلام آيات وكرامات ومعجزات للسيدة العظيمة مريم عليها السلام. ولا يزال الوليد المبارك وهو يكلم أمه بمجرد ولادته يعدد لها البشرى، فيتلو بشرى بعد بشرى على أمه، كأنه بيهنئها أو يهنئها بمجيئه للدنيا، بمجيئه المبارك للدنيا المسيح عيسى بن مريم. فقال لها كما حكى القرآن الكريم على لسانه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. هزت مريم جذع النخلة ونظرت فرأت معجزة أخرى تحدث أمام عينها لحظة بلحظة، فها هو السعف قد طلع بعد ما كان هذا النخل يابس دبت فيه الحياة، وذلك بعد أن ظهر فيه الطلع، قد خرج من بين السعف ثم اخضر الطلع ثم احمر فصار زهوا ثم رطبا، ثم راح الرطب الشهي يتساقط فيقع بين يدي سيدتنا مريم عليها السلام. وما للأم النفساء طعام أفضل من التمر، بإشارة القرآن الكريم لهذه الحادثة لسيدتنا مريم عليها السلام. لقد شاءت مشيئة الله تعالى إنه ينبت هذا الجذع، جذع النخلة اليابس، وإنه ينمو وإنه يخضر وإنه يثمر، وده في لحظة بلحظة كل ده ستنا مريم بتشوفه كرامة ورعاية وعناية إلهية عليها السلام. بتشوف كل ده وهي في هذه اللحظات الصعبة الشديدة، ودي إشارات القرآن المهمة اللي بيربي في نفوس المؤمنين إنه مهما اشتدت الشدائد ففي داخلها وفي قلبها رحمات فوق رحمات، بل رحمات خاصة،
يبعثها الله للمؤمنين الموقنين، نخلة يابسة تغيرت ودب فيها الحياة وأثمرت ثم تساقطت على سيدتنا مريم عليها السلام، وهي في لحظات عصيبة بيعصف بيها فكرها هتواجه قومها ازاي وتقول لهم ايه، وهي في امتحان وابتلاء شديد. لكن القرآن بيعلمنا انه في قلب اي محن الإنسان بيمر بيها منح ربانية وعطايا، بل في وقت الشدائد بتكون في رحمات خاصة عالية متدفقة ترفق بالمؤمنين الموقنين في عطاءات الله الكريم سبحانه وتعالى. ومع كل هذه الخيرات المباركة التي أنزلها الله تعالى لمريم، ومع كل هذا العطاء الرباني الكريم والتكريم الإلهي للسيدة العظيمة مريم عليها السلام، ربنا سبحانه وتعالى منحها فأكلت وشربت وقرت عينها عليها السلام، وطابت نفسها بمولدها المبارك وذهب حزنها. لكن مع كل هذه البركات كان فيه خوف غامض مترقب إن يصيب قلب مريم السعيدة المبتهجة بوليدها المبارك المسيح عيسى ابن مريم. ذلك الخوف من قومها، فما تصنع لو رأوها؟ لكن المولود المبارك لم يدع لهذا الخوف أن يمس قلب أمه الصديقة مريم عليها السلام، فطمأنها بأمر الله تعالى قائلا: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اطمأنت ستنا مريم لما رأت ولما سمعت وأنست بما طعمت وما شربت، وقرت عينها وطابت نفسها، وبعد أن قيل لها أن تصوم عن الكلام، لأنه دي الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إليها في بشيء من الاختزال في سورة الأنبياء، لكن جت تفصيلات واسعة حولها في سورة مريم وفي الحديث عن مريم كذلك في سورة آل عمران، وجاء التفصيل الذي يؤكد على هذه ويبين معنى الآية المذكورة في سورة الأنبياء. جلست السيدة العظيمة مريم ترضع رضيعها الصغير وتتأمله راضية مستبشرة، تتأمل هذا المولود المبارك المسيح عيسى بن مريم. وصدق الله العظيم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين
آمين.